دكتور، ما هو الفشل الكلوي الحاد؟ الفشل الكلوي الحاد هو القصور الحاد، معنى ان هو القصور على مدة اقل من 48 ساعة، وده بيبقى مصحوب بحاجتين مهمين قوي لينا كدكاترة. اول حاجة فيهم طبعا كدكاترة نفرولوجيا ودكاترة كلى، اول حاجة بيبقى يظهر العرض اللي بيلفت نظر المريض او بيلفت نظر اهله هو نقص في كمية البول، نقص حاد في كمية البول بيكون اقل مثلا من حوالي 200 او 300 سم على مدار اليوم كله، لو احنا بنترجمها لارقام تحديدية اقل من نص ملي في الدقيقة على ده بالوصف الدقيق، او ارتفاع برضه ارتفاع حاد في وظائف الكلى اللي هو زي مثلا نسبة مادة معينة في الجسم اسمها الكرياتينين، دي لو زادت عن معدل معروف ده بنسميه قصور حاد في وظائف الكلى، ده في خلال 48 ساعة. ممكن بقى الموضوع يتطور بعد كده على مدار الكام يوم اللي بعدها، وعشان كده بنقسمها لمراحل، ثلاث مراحل على حسب تقسيمات مختلفة كتيرة قوي، كلها في الآخر بتتكلم عن مدى التدهور في وظائف الكلى بالحاجتين اللي أنا قلت عليهم، الارتفاع في نسبة الكرياتينين اللي هو القصور أو النقص الشديد في كمية البول، وده بيكون مردوده السيء طبعا على جميع أجزاء الجسم، تراكم السوائل في الجسم، تراكم الأحماض، المواد السامة اللي يصل في بعض الأحيان لإجراء غسيل للتخلص من هذه المواد. شكرا جدا لحضرتك.